الكرام، وبشأن التحذيرات التي أطلقتها وزارة الصحة والتي تخص الاحتفالات بعيدا أو بعيد رأس السنة الميلادية، ينضم معنا مباشرة عبر الهاتف المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر. أهلا بك معنا في نشرتنا الإخبارية دكتور. يعني بداية، هناك إقبال كبير على الأسواق المحلية لشراء الألعاب النارية، ما هي توصياتكم أنتم كوزارة الصحة في هذه المناسبات؟ تفضل. شكرا جزيلا، تحية جنابك مشاهدين كل عام، المشاهدين وفضائلكم الكريمة بألف خير إن شاء الله سنة التقدم والازدهار. سيدي الكريم، احنا مو ضد الاحتفال من ناحية المبدأ، وهذا الموضوع هو لا يخص الصحة بالمعنى الدقيق، لكن احنا ظاهرة تداول الألعاب النارية بهذا الشكل وهذه الأعداد وهذه الأنواع الكبيرة نسبيا وخطيرة، والمؤسف انه احيانا قد تكون هي مخصصة لعمر معين للبالغين، تلاحظها انها في متناول ايدي الاطفال. وخلال سنوات بكل صراحة ان كل عام نسجل مئات لا بل الالاف من الاصابات، وبعضها ادى الى حالات اعاقة دائمة، فقدان للاطراف، حرق، وحتى حالات وفاة سجلت بسبب الالعاب النارية. وإذا توسعنا الألعاب الخطرة مثل هذه المسدسات الصجر، أو مثلا الإطلاقات النارية، وحتى الحوادث، حوادث السير اللي تكون دائما بالاحتفالات أو المباريات الوطنية أو غيرها من المناسبات، وحتى المناسبات الشخصية مع الأسف، واللي تشكل ضغط كبير، ضغط هائل على مؤسساتنا الصحية، وخصوصا ردعات الطوارئ. وتعرف جنابك يعني الحالة الطارئة علاجها واستقبالها موضوع مو سهل، مكلف جدا على ميزانية الدولة. يمكن توظيف نفس هذه الإجراءات لمريض حقيقي يحتاج رعاية صحية، وليس هذا التصرف بالألعاب النارية اللي ما ألقى تعبير غير العبث حقيقة، واسمح لي وتحملوني. أنا ذكرت لجنابك إحنا لابد أن يكون هناك تقنين لتداول هذه الألعاب، وأن يكون فقط من خلال الأعمار البالغين اللي يستطيعون او يعني. طيب دكتور، يعني اذا تسمح لي، هل هناك تنسيق مع الجهات المعنيه لمنع استيراد هذه الالعاب؟ منذ سنوات، اشكرك على السؤال، منذ سنوات شكلت لجنه بهذا الخصوص في مستشاريه الامن الوطني وكل الجهات المعنيه الامنيه وغير الامنيه، ومن ضمنها وزاره الصحه، وكانت عده توصيات، ومن ضمنها توصيات للحد من استيراد وتداول هذه المنتجات وهذه الألعاب، لكن مع الأسف التطبيق أعتقد كان بالمستوى المطلوب. نعم دكتور سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة، كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا.